بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اليوم ضفنا شغلة ثانية على المجرشة. إنزين اللي قبل الموديلات اللي قبل كان الماطور يكون قريب وايد من التانكي تحت، فكانت الريشة مرتفعة فتسبب مشكلة في الجرش. الحين ثبتنا الماطور تحت فصارت الريشة. الحين أوريكم أقرب حق القاعة، صارت هذه قريبة صارت الحين. طبعا مع الحماية نفسها احنا جربناها الحين صارت وايد أحسن وأهدى. شقل لكم إياها الحين. طبعا سويناها شفافة عشان تطل داخل. زين هذا صوتها ما شاء الله تبارك الله، ما صوتها ناعم خفيف. طبعا الأولية بالفيديو اللي تشوفونه بالقناة راح لونها أخضر وأزرق، هذول كان ماطور ربع حصان، هذه نص حصان راح تعمر وياك أكثر وقوة أكثر. طبعا سويتش موجود نفس الشيء، الكهرباء على الكهرباء العادية 220، قواعد حديد. زين وهني تقدر بعد تبطله، تقدر تنظف من داخل. الحين راح نحط لكم شوية عشان تشوفون. يلا بسم الله. طبعا هذا مسكر، حجم حلو، حجم دياي تعصون عليه، حجم الحمام بعد الشيوخ يحبون حجم هذا. هذه راح تصير شغل عيد على الطلب، اللي يبي يقدر يتواصل ويانا بالواتساب بالوصف تحت. أتمنى تعطوني اقتراحاتكم في التعليقات تحت عساس نشوف إذا شنو نقدر نطور أكثر من كذي. إحنا قاعد نحاول إن دائما في كل نسخة نضيف عليها شيء، فإذا عندكم اقتراح نضيف عليها شيء إن شاء الله إحنا نسوي لكم إياه. مشكورين ويعطيكم العافية. السلام عليكم.